هادو باش نسيبو غير باش نسلكو وهذا مسال ها خويا هاد الحجرات هادو راه تنعانيو بزاف 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 راه حنايا اش غنكون مضرورين راه مضرورين بزاف بزاف راه تنشوفوا هاد المرشحين ما داروا لينا والو هاد الجماعه راه ما دارت لينا والو عاد تمثل علينا وصافي مشينا ومشينا ومشينا وطلعنا للعماله ومشينا للجماعه ومشينا للعماله حنا قهرنا الماء لا ديال الشرب ولا ديال الشتاء ديال الشتاء تيدخل علينا وديال الشريم ملوت كنا النص ديال العياطه كلها عندها الكيلي مناش من هاد الماء الملوت حنا مكرفسين ديورنا مكرفسين ولادنا مكرفسين الا بغيتي تمشي للمدرسه خصك تركبي ولدك عنده 15 عام وتركبيه كي داير هاد الحاله هادي كي داير هاد المعاق تيخرج يجيب دواء ديالو من السبيطار كي داير تيمشي للصيدليه يجيب دواء ديالو كي داير هاد الناس هادو ما عندهم لا حنا لا شفقه هاد الجماعه ديالنا راه ما كاينش فيها ما كاينش فيها لو كان يكون فيها بويا وخويا انا هاد الجماعه ما فيهاش ما جا ما 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 ديهاش فينا ما مسوقاش لينا لو كان يكون فيها خويا نرشح فيها ما كاينش ما معتبرينهاش اش كاينين ولا ما كاينينش لي شهر ديال الطريق الكبيره راه دايرينها دايرينها من الفيرما حتى قدام الجماعه راه زعما كاين اللي شاف هذاك الشيء تيقول العيايطه راها كلها هكا والعيايطه راه كنا تنعانيو ولادنا راه مكرفسين حنا مكرفسين راه تنباتو الليل الليل تنخويو في الماء والصباح نديو وليداتنا مركبينهم للمدرسه باش نلحقوهم يقراو ها انتما تشوفوا على العدس والفول اللي جايبه باش غنقضي لولادي ما لقيتش باش غادي ندوز باش نجيب الخضره لولادي راه حشوم عليهم راه عار عليهم السيده هزاتها البارح لابيلانس باش غدخلها ما صابش كيفاش دير فيها الضيخه ها هي مولاتها الدار هادي هي دخلتها لابيلانس وما صابش كدير ليها حشوم عليهم انا وليت يعاني بالقلب اي لحظه تيطيح ملي غندوز هاد الاسعاف ما حشومش ليهم ما يراعيوش لينا هاد الخمس فاش عايشين لا عينين لا صحه لا حتى شي حاجه ما بقات لينا حنا في هاد الحياه هضروا خويا حنا معصبين على هاد الحاله راك شتيها راه ما تنعرفوش اش تنديروا حنا مهاد الغيسه تسخري ولدك وراك خايفه عليه انتي غيرجع في هاد الغرقه هادي لا زلق ولا قاصدو شي حاجه ولكن خصنا تنطلبوا منهم يشوفوا من حالتنا راه المنكر هذا راه عيب الله عليهم والمقدم ما خاطيناش هنايا واش حطينا شي بريكه ولكن علاش ما شافش هاد الحاله هادي ما تيجيش راه تيجي تيشوف كوش تتبني مالو ما يجي يشوفنا واش غارقين راه من حقه يشوف معانا هادشي اللي واقع لينا راه غرقنا رحنا عايشين كرهنا حياتنا هاد الحاله راه لا يرثى لها قوه شنعاني من هاد المراجع دور الجماعه ما دارت معنا حتى حاجه اخو وارد وارد تقول ما تقول لك نقادك طرقان قاد تجيب قوات الحار نجيب بزاف ديال الحوايج حتى حاجه ما كاين والو عاد تعطيك اشاعات خايبه وصافي حتى حاجه ما كاين هو عمرنا شنا شي حاجه من الجماعات تا حاجه ما شنا من الجماعات راه اش نقولك لا اله الا محمد رسول الله وصافي حنا راه تنسلكو في هاد البلاد هادي تنتسناو في الموت تجي وصافي شوف هذا تشوف كلشي على عينك اصاحبي المراجي طومبيل ما تنصيبو من ندوزو الناس المسنين هنا ساكن من وحده والناس في الزلاق هنا طاح شوهم يتهرس من المطر كلشي واحد الرجال الكبار من الكرارس معاقين ساكن ما تنصيبو من ندوزو يدوز طوالا من اللي يتعاد يدوزو للدار لا 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 محمد رسول الله وصافي الدراري صغار صحاب المدرسه مشاكل والله الا مشاكل ما تسيبهم من يدوزو يمشيو للمدرسه راه بزاف ديال الحوايج اخو راه غير ساكتين وراه تسيب رانا تجران لا 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 محمد رسول الله وصافي اخو راه صبروا حق قسما بالله اخو راه شي راه بالسيف اخو هاد الناس هادو تا صبروا تعيوا وناضوا بغا يهضروا راه بالسيف اصاحبي ديما حنا عايشين في المراجي مشينا انا شنا الولايه ما خلينا قابلنا مسؤولين جاو عندنا ما داروا معنا حتى حاجه نفس السيناريو كل عام حنا فيه ها انتم تشوفوا هذه الحاله الدور الى السقوط عندنا الدراري صغار الا بغينا نديهم للمدرسه مشكله ما عندناش طريق اصلا انت غادي بدريله في سبوط اش هذه قرايه واحد السيد مريض معاق كي غنديروا تنخرجوه واحد مريض كي غنديروا ليه ثاني متى غنبقاو حنا على هذه الحاله Thank you.
ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.